زارت بعثة الحج البحرينية بعثة الحج الكويتية بالديار المقدسة في لقاء جمعها كذلك ببعثتي الحج الإماراتية والعمانية، وذلك من أجل تبادل الأفكار والآراء لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لحجاج مجلس التعاون. من جانبهم يستعد حجاج مملكة البحرين ليوم التروية بمشاعر تفيض بالإيمان والغبطة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. بهذه الابتهالات العظيمة أنشد حجاج مملكة البحرين فور وصولهم إلى أقدس بقاع الأرض في هذه الديار التي جمعت كل الأطياف الإسلامية، وفي إحدى جنباتها جمعت المملكة العربية السعودية البعثات الخليجية بمسؤوليها وعامليها، وذلك للتلاقي والتآخي. لقاءنا مع إخواننا في البحرين والإمارات وعمان كان الهدف حقيقة هو لقاء الأخوة ولقاء المحبة، وحبينا حقيقة بمثل هذه اللقاءات أن نتبادل الخبرات وتجارب فيما بين بعضنا البعض في خدمة الحجاج وخدمة الحجيج. مشاعر الفرحة طغت على حجاج المملكة، عيونهم حكت مدى سعادتهم ورضاهم. ما بين حجتي الأخيرة لليوم 10 سنوات، فارق السماء والأرض. يعني الحجة الأولى اللي كان لينا فيها كانت فعلا فيها مشاقة أمانة حق هالحجة، يعني لحين تونا مخلصين، لكن الحمد لله الأمور طيبة سهالات عندنا. الواحد قبل ما يكون متخوف شوي، يحس إنه ما يعرف شلون، ويقولون الناس زحمة وكل هالأمور، لكن الحمد لله كل شيء تسهل علينا من موصلنا، وهني الحمد لله في الحملة كلنا عائلة واحدة، وشعور غريب حلو وراحة بال، ومتشوقين حق نبتدي الحج وحق المناسك كلها. أبناء مملكة البحرين كل منهم سعى ولبى، وكل منهم له حكايته مع هذه الفريضة. الله ما كتب لي إلا هالسنة إن شاء الله، أي عقمة الحمد لله عيالي كبروا وواقفين على ريونهم، فأنا قدرت أي هالسنة. مثل ما أقول لكم يعني الوصف واحد ما يقدر يوصف عنه، كل واحد يكون مستانس هني، كلنا صرنا خوات، كلنا ويا بعض، ما في حد ما يفكر في الثاني. الحجة الأولى كان لي موقف في الجمرات، بالنسبة للجمرة الثالثة كنت في الصف الخلفي وما كان أحد جنبي وكان المكان فاضي، فما وعيت إلا واحد من الأفارقة رمى الحجر وضربني بكوع في رأسي هني. أنا استغربت يعني ليش بالضبط يا وراي، هل هو متعمد أو فهي الموقف ما أنسى يعني صراحة. في قلب الديار المقدسة وبالرغم من المشقة والتعب، إلا أن استشعار الحجاج للمثوبة من رب العالمين كان سر حماسهم الذي يدفعهم لزيارة المشاعر دون أي قلق. أيام معدودات نعيشها، أفواج وحشود بدأت تحث خطاها على هذه الأرض المقدسة، وذلك كي تغنم منها وتنال بركتها. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، مكة المكرمة.